أراك حزيناً يا عمر. خسرت المباراة النهائية في دوري المدرسة. هل لعبت جيداً؟ نعم، الكل أشاد بأدائي. إذاً لا تحزن. أنا حزين بسبب الهزيمة. تكون الهزيمة مقبولة أحياناً، ولكن غير المقبول أن تترك الهزيمة تهزمك. الهزيمة تهزمني؟ نعم، تهزمك عندما تدفعك إلى اليأس وتفقدك ثقتك بنفسك وتحرمك من مكسب قريب. تقصد أن أواصل تدريباتي؟ وتستعد لجولة جديدة. أهكذا فعلت بعد الفتنة التي تعرضت لها في نيسابور في إيران؟ نعم، تأكدت أنني لم أخطئ وأن رحيلي عن نيسابور كان درءاً للفتنة وليس اعترافاً بالهزيمة. وعدت إلى بخارة؟ كنت مشتاقاً إلى زوجتي فاطمة وابني أحمد. حمداً لله على سلامتك يا أبي. سلمك الله يا أحمد. أوحشتنا كثيراً يا حبيبي. أنتم أيضاً أوحشتموني يا فاطمة. كنت أتمنى أن أصحبك في رحلتك إلى نيسابور. لم أشأ أن نترك أمك وحدها. قل لي، ماذا فعلت في دروس القرآن؟ الحمد لله، أتممت حفظ القرآن كاملاً وبخمس قراءات. ما شاء الله. وحفظ آلاف الأحاديث النبوية، كنت أراجعها معه يومياً. جزاك الله خيراً يا زوجتي العزيزة. منذ أيام أرسل الوزير الأول مبعوثاً عنه يسألنا عن موعد قدومك من نيسابور. الوزير الأول؟ ألم يخبركم هذا المبعوث؟ لماذا يسأل عن الوزير؟ لم يذكر أي تفاصيل، ولكن أخبرنا أنه يريدك في أمر عاجل ومهم. عاجل ومهم؟ خيراً إن شاء الله. حمداً لله على سلامتك يا إمامنا. شكراً سيدي الوزير، ما تصورت أن تأتيني بنفسك. هذا لعلو مقامك في بخارى والعالم كله. هذا فضل من ربي، تفضل. أشكرك. جئت إليك برسالة من مولانا أمير البلاد. رسالة من الأمير لي أنا؟ نعم. خيرا إن شاء الله. يريدك أن تحضر إلى قصره في مساء كل جمعة، تجلس مع أولاده وتقرأ عليهم من كتابيك الجامع الصحيح والتاريخ الكبير. شيء جميل أن يهتم الأمير بتثقيف أولاده. حسن، سأخبره بموافقتك. عفوا، أنا لم أوافق بعد. ها؟ ماذا تقصد؟ تعرف أن دروس العلم تأخذ كل وقتي، إضافة إلى وقت الكتابة والاطلاع. هل تريدني أن أعود إلى الأمير الآن فأخبره بأنك رفضت أن تعلم أولاده؟ أبدا، يسعدني أن أعلمهم، ولكن من الأفضل أن يأتوا هم إلي. أولاد الأمير يأتون إليك، ألا تخشى من غضبه عندما أبلغه هذه الرسالة؟ يا أخي، أنا لا أخشى إلا الله. البخاري يرفض أن يأتي إلى قصري. ليس رفضا مطلقا يا مولاي، لكنه تعلل بضيق الوقت. والله لا أعاقبنه على هذا الرفض. مولاي، تعلم أن الناس يحبونه كثيرا، ولا نريد أن نؤلبهم علينا بسبب ما سيحدث له منا. وهل أخشى أنا على سلطاني بسبب حب الناس للبخاري؟ ماذا يقولون عندما يعرفون أنه رفض أوامري؟ مقامك سيكبر أكثر عندهم يا مولاي، سيعلمون أنك رفضت إيذاء عالمهم الجليل رغم عدم طاعته لك. وسيجرئهم ذلك على عدم طاعتي. سيقولون البخاري رفض تعليم أولاد الأمير ولم يفعل الأمير شيئا. والله يا مولاي، لدي فكرة أعتقد أنها ستحل هذه المشكلة. أية فكرة؟ قلت إنك لن تجد الوقت لتذهب إلى مولانا الأمير في قصره. نعم. وقلت إنك تفضل أن يأتي أولاد مولانا الأمير إليك لتلقي درس العلم. هذا أفضل بالفعل. وافق مولانا على هذا الاقتراح. الحمد لله. ولكن بشرط. أي شرط؟ تعقد مجلس علم خاص بأولاد مولانا الأمير. تعني أن يكون هذا المجلس لهم وحدهم؟ نعم.
حتى لا يختلطوا بعامة الناس. وما يضرهم أن يختلطوا بعامة الناس؟ كيف وهم أبناء الأمير؟ يا سيدي، ساوى الإسلام بين العباد، وقال صلى الله عليه وسلم: الناس سواء، لا فضل لعربي على عجمي، إنما الفضل بالتقوى. ولكن الله تعالى قال: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ليس ذلك في تلقي العلم، فهو مكفول للجميع. ألا تخشى أن أبلغ كلامك هذا لمولانا الأمير؟ إنه مبدأ لا أتنازل عنه، وقلت لك سابقا إني لا أخشى إلا الله. تسرعت يا محمد. لا والله يا فاطمة، الأمير أراد أن يعلم أبناءه تعاليم الإسلام، وأول هذه التعليم ألا فرق بين أبناء الأمير وأبناء العامة. لن يفهم الأمير ذلك. أنا أعمل بما قاله الله ورسوله، وليس بما يفهمه الأمير. انظر، لابد أنهما من حرس الأمير. أخشى أن يكون قد أرسلهما للقبض عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الشيخ البخاري؟ نعم. أمر مولانا الأمير بطردك من بخارى كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف نطرد من بلدنا ودارنا؟ هذه أوامر مولانا، ترحل عن المدينة قبل غروب الشمس، وإلا قبضنا عليك وألقينا بك في السجن. إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى أقربائنا في سمرقند يا أحمد. وإلى متى سنبقى معهم؟ والله يا بني لا أعلم. لماذا لم تلتقي بالأمير وتوافق على مجلس علم خاص لأولاده؟ بعد أن أصدر الأوامر بطردي من المدينة. كان سيتراجع عن الطرد إذا تراجعت أنت يا أبي عن موقفك. تراجعه هو اعتراف بالحق، وتراجعي أنا تخل عن المبدأ. ستكون حياتنا صعبة في سمرقند يا محمد. ستكون حياتنا أصعب إذا تهاونا في مبادئنا وديننا يا فاطمة. بالشفاء يا حبيبي. اشتقت إلى لقاء ربي يا فاطمة، كنت أتمنى أن ألقاه في رمضان، وها نحن في أول العيد. وتتركنا يا محمد؟ نلتقي في الجنة إن شاء الله، فهناك لا موت ولا فراق. لا يا أبي، ستظل معنا، لن تتركنا وحيدين في هذا البلد الغريب. كلنا غرباء في الدنيا يا أحمد، ولن يؤنس غربتك سوى تمسكك بدينك، بكتاب الله وسنة رسوله. وأنت أكثر من حافظت على هذه السنة بكتابك الجامع الصحيح. أدعو الله أن ينتفع الناس بما فيه ويبقى في ميزان حسناتي إلى يوم الدين. كنت أتمنى أن تخرج معي إلى صلاة العيد وتخطب في الناس كعادتك. بلغ من تراه عني السلام، قل لهم إن البخاري قد سامح الناس في كل حقوقه عندهم، ويدعو الله أن يسامحه الجميع. غفر الله لك يا حبيبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أبي، أبي. عمر، لماذا تبكي؟ الإمام البخاري مات يا أمي. يا حبيبي، الإمام البخاري مات منذ 1200 سنة. لا، مات الآن فقط، كان معي حتى الأمس، كان يحكي لي حكايته بنفسه. يا عمر، إنها تهيؤات في خيالك. تهيؤات؟ نعم، من كثرة قراءتك عن البخاري ظننت أنه ما زال حياً ويتحدث إليك ويحكي لك حكايته. لا يا أمي، كان معي في كل لحظة، وكان يحل لي كل مشكلة،
كان ينصحني وأعمل بنصائحه. تلك النصائح أنت قرأتها في كتبه، صدقني يا عمر إنها مجرد تهيؤات. تهيؤات، كل ذلك كان تهيؤات. عمر، الإمام البخاري، ألم تمت؟ أمثالنا يموتون بأجسامهم ويظلون أحياء بعلمهم. ماذا تقصد؟ خذ كتابي الجامع الصحيح واحرص على ألا تفارقه، سيذكرك دائما بي وبالأيام الجميلة التي قضيناها معا. أيعني ذلك أنني لن أراك ثانية؟ ستراني في كل حديث تقرأه في كتابي وتعمل به، أو تنقله لغيرك حتى ينتفع به. فهمت، تقصد أن كتابك قد خلد ذكراك. لابد أن يحرص كل إنسان على أن يضيف إلى الدنيا شيئا ولو بسيطا قبل أن يتركها. وداعا، وداعا يا عمر. يا إمامنا، يا إمامنا.